مرقس 15. وعلى طول في الصبح اتشاور رؤساء التوكانة والشيوخ والكتبة والمجمع كله، فحطوا يسوع في اليود وراحوا بيه وسلموا لبيلاطس. فسألوا بيلاطس: انت ملك اليهود؟ فجاوبوا قال له: زي ما انت بتقول. وكان رؤساء التوكانة بيشتكوا عليه كتير. فسألوا بيلاطس تاني وقال: مش تجاوب بحاجة؟ شوف قد ايه بيشهدوا عليك. فما جاوبش يسوع برضه بحاجة لحد ما استغرب بيلاطس، وكان بيحرروه في كل عيد اسير واحد اللي يطلبوه. وكان الاسم باراباس محبوس مع زمايله في الفتنه اللي ارتكبوا جرائم قتل في الفتنه. فصرخ الشعب وابتدوا يطلبوا انه يعمل زي ما كان دايما بيعمل لهم. فجاوبهم بيلاطس سؤال: تحبوا احرركم ملك اليهود؟ لانه عارف ان رؤساء بتوع الكهنه كانوا سلموه حسد. فهيجوا رؤساء بتوع الكهنه الشعب عشان يحرر لهم احسن باراباس. فجاوب بيلاطس تاني وقال لهم: امال عايزين اعمل ايه باللي بتسموه ملك اليهود؟ فصرخوا تاني: اصلبه. فقال لهم بيلاطس: وان شر عمل؟ فزودوا الصريخ قوي: اصلبه. فبيلاطس لما كان عايز يعمل الشعب اللي يرضيهم حرر لهم باراباس وسلم يسوع بعد ما جلدوا عشان يتصلب. فراح بيه العسكر لجوه الدار اللي هي دار الولايه وجمعوا كل الكتيبه ولبسوه ارجوان وضفروا اكليل من شوك وحطوه عليه وابتدوا يسلموا عليه ويقولوا: السلام يا ملك اليهود. وكانوا بيضربوه على راسه بعصفة ويتفوا عليه، بعدين يسجدوا له راجعين على عقبهم. وبعد ما اتريقوا عليه شدوا منه الارجوان ولبسوه هدومه، بعدين خرجوا بيه عشان يسلبوه. فشغلوا بالسخرة راجل معدي كان جاي من الغيط وهو سمعان القلواني ابو الكسندر سوروفوس عشان يشيل صليبه، وجم بيه المكان جلجوسا اللي معناه مكان جمجمه، وادوه خمر ممزوج بمر عشان يشرب فما قبلش. ولما طلبوه قسموا هدومه بالقرعه عليهم كل واحد ياخد ايه. وكانت الساعه 3 يعني 9 الصبح فصلبوه. وكان عنوان تهمته مكتوب: ملك اليهود. وصلبوا معاه نصين، واحد على يمينه وتاني على شماله. فكمل الكتاب اللي قال: وتعد مع خطاه. وكان اللي بيعدوا بيجدفوا عليه وهما بيهزوا راسهم ويقولوا: اه يا هداد الهيكل وبنيك 3 ايام، انقذ نفسك وانزل من على الصليب. وبنفس الشكل رؤساء بتوع الكهنه وهما بيتريقوا بينهم وبين بعض مع الكتبه قالوا: انقذ غيره واما نفسه فما يقدرش ينقذها. خليه ينزل دلوقتي المسيح ملك اسرائيل من على الصليب عشان نشوفه نآمن. واللي اتصلبوا معاه كانوا بيعايروه. ولما بقى الساعة 6 يعني 12 الظهر حصلت ضلمة على الأرض كلها لحد الساعة 9 يعني 3 بعد الظهر. والساعة 9 يعني 3 بعد الظهر صرخ يسوع بصوت عظيم وقال: إلوي إلوي لما سبقتني، اللي معناها: إلهي إلهي ليه سبتني. فقال لازم اللي موجودين لما سمعوا أهو بينادي على إيليا. فجري واحد وملأ سفنج خل وحطها على قصبه وسقاه وقال: سيبوه عشان نشوف هيجي إلي عشان ينزله. فصرخ يسوع بصوت عظيم وسلم الروح. فانشق حجاب الهيكل الاثنين من فوق لتحت. ولما شاف قائد المياه اللي واقف قدامه انه صرخ كده وسلم الروح قال: حقيقي ان الانسان ده ابن الله. وكان في كمان ستات بيبصوا من بعيد، من بينهم مريم المجدليه ومريم ام يعقوب الصغير ويوسي وسلومه اللي برضو مش وراه وخدموه لما كان في الجليل، وغيرهم ستات كتار اللي طلعوا معاه لأورشليم. ولما جه الليل لما كان الاستعداد يعني اللي قبل السبت، جه يوسف اللي من راما عضو محترف في المجلس الاعلى وكان هو كمان مستني مملكة الله، فتجرأ ودخل بيلاطس وطلب اسم يسوع. فاستغرب بيلاطس انه مات كده بسرعة، فنادى قائد المية وسأله: هو مات من فترة؟ ولما عرف من قائد المية وهب الجسم ليوسف. فاشترى كتان فنزلوا وكفنوا بالكتان وحطوا في قبر كما منحوت في صخرة وضحك حجر على باب القبر. وكانت مريم المجدلية ومريم أم يوسف بيبصوا اتحط فين.